بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي قناة سوسو المتنوعة، أرحب بكم في هذا الفيديو إن شاء الله الذي هو تتمة للفيديو السابق. حديقة باركي وورنر، هذه الحديقة الممتعة والرائعة جدا، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو الأول وهذا الجزء الثاني إن شاء الله تستمتعوا بالمناظر الخلابة والطبيعة الرائعة المتواجدة في هذا الباركي، وتستمتعوا بالشخصيات إن شاء الله في هذا الفيديو. هذا شخصيات لرسوم متحركة لكي يعني تفرجوا لها الوليدات، ما شاء الله يعني تبارك الله باركي من جميع النواحي رائع جدا. ان شاء الله هذا الفيديو يروق الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايك ان شاء الله والاشتراكات ديالكم، لان الراي ديالكم يهمني. الا بغيتوا ان شاء الله اي يعني حاجه بغيتوا تعرفوها ان شاء الله باسبانيا وخصوصا مدريد تحطوا لي في كومونتير اي سؤال ان شاء الله، وانا راهن الاشاره ديالكم. وكنشكر ايضا جميع من انضم الى قناتي والمشاركين الجدد على الخصوص، كنشكرهم من هذا المنبر، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. السلام عليكم.